العدد الجديد والمتجدد من برنامج الانترفيو، البرنامج اللي يجيكم كل نهار حد من الماضي ساعة حتى الماضي ساعتين، وين كل مرة نستقبلوا شخصيات استثنائية من مجالات مختلفة. سعيد جدا وبكل حب باستقبال ضيفنا لليوم الصحفي والكاتب رشيد بوحولة. أهلا بيك أستاذ. مرحبا بيك وشكرا لك على قبول الدعوة. في هذا الحوار باش نحاولوا نغوصوا في طفولتك ونتعرفوا على أهم محطاتك المهنية. دعنا ننطلق من البدايات. النشأة كانت في حومة الجامع بمدينة القيروان. أهم الذكريات والتفاصيل اللي بقات في بالك من العائلة والطفولة في الحي. أنا من سكان حي الجامع، وتحديدا زقت سيدي بو عمران الفاسي. تولدت غادي وترعرعت، والحي الجامع هو معناها تربطني به معناها صلة روحية. فهمت؟ عندك باب الخوخة. باب الخوخة الواحد اكتشف فيه معناها الطفولة بتاعه وأقرانه وأصحابه، وكانوا الأولياء بتاعنا معناها حريصين أن ما نتجاوزوش معناها عتبات باب الخوخة حتى لا نتيها ونتجنب الطيش. هذا اللي بقى في بالك يعني من الحي ومن العائلة. العائلة كانت كبيرة أو عائلة؟ عائلة متكونة من أربعة أفراد، أخت كبرى وشقيق أكبر مني، وعندي شقيق آخر متوفي فتحي ربي يرحمه. واللي يبقى في ذهني هو معناها حرص الأولياء نتاعنا في حي الجامع على تربيتنا معناها تربية حسنة، وهم كانوا ناس حرفيين معناها النجار والحداد حداد والخضار خضار والنساج نساج، ولكن طلعوا معناها ناشئة معناها طيبة، ناشئة معناها تميزوا معناها في عدة معناها مجالات، اللي تخرج مهندس والمعلم والأستاذ والطبيب، ومعناها وهنا معناها تحية إكبار لأوليائنا الذين معناها ضحوا من أجلنا وبذلوا الغالي والنفيس حتى نكون ما نحن عليه الآن. هذا هو. بديت مشوارك الدراسي في مدرسة الفتح. أود أن تحدثنا عن هذه الفترة وأهم المعلمين اللي بقوا راسخين في ذهنك. مدرسة الفتح هي منارة علمية، ولكن تحولت الآن إلى معهد الحرف والفنون الجميلة وخسارة معناها. أتذكر جيدا سي موجي الحطاب ربي يرحمه، نعم، وسي محمد عطلة، سي عبد الطيب عطلة، سي طاهر عطلة، سي سنوسي، أنت المعلمين تسميهم المعلمين تسميهم رسل المدارس. نعم، رسل المدارس. عليها اخترت هم الذين رسل المدارس معناها كانوا يعملون في المناطق النائية وصنعوا من العدم ناس معناها تميزت في مختلف المجالات، وكملوا دراساتهم الجامعية وتألقوا رغم معناها صعوبة الحياة في المناطق الريفية وحتى في المدينة معناها، وكانوا معناها ناس يعملون دروس حتى خصوصية ولكن بدون مقابل، لأنهم مؤمنين بالرسالة متاعهم ما يلوجوش على المادة معناها، كانوا معناها راضين وعندهم القناعة. لما حال مستوى العيش قبل كان مش كما توا معناها القدرة الشرائية متاع المعلم ولا متاع الأستاذ معناها لا تكفي، حتى معناها السيجارة متاعه وبعض الأشياء الأخرى. في حين قبل كان المعلم قادر باش يربي صغاره وباش يعمل معناها دار تحفظ له الكرامة متاعه وإلى آخره. هذا هو. ملي عمرك 12 عام وانت تخدم، طفولتك قضيتها بين العمل والدراسة، خدمت برشا مهن كما بعت الخبز، الخضر، خدمت في كوشة وعديد المهن الأخرى. بطبيعة الحال خدمت في باب القدة. باب القدة ذاك معناها فضاء معناها عبارة على مسرح،
في بلقدة معناها عبارة على مسرح في الهواء الطلق، فهمت؟ أضواءه السماء معناها والسحب الدكناء والغيمات، وأبطاله معناها أصحاب الدكاكين والحوانيت والزبائن، هم أبطال معناها عبارة تعيش على في كأنك تعيش في 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 في, في مسرحية معناها. أنت كنت تشتغل من أجل تجارب، من أجل تجربة اجتماعية جديدة وتتعرف أكثر على الناس، ولا الغاية كانت مادية بالأساس؟ لم تكن معناها الغاية مادية، معناها كنا معناها مسرورين والحمد لله، ولكن معناها أنا لا من طبعي لا أريد معناها الانكفاء على ذاتي والانغلاق، نحب في اتصال مباشر مع الحياة اليومية، فهمت؟ وفي اتصال مباشر مع الحياة اليومية تكتشف برشا حاجات، تعرف طبع العباد، تشوف معاملاتهم، نظراتهم، كيفية تعاملهم في مع بعضهم، وأرصد في بعض الأحيان أشياء معناها تعتبر من المناطق المظلمة، أنا كنت دقيق الملاحظة. بعد مدرسة الفتح كملت رحلتك الدراسية في المعهد المنصورة، معهد الثانوي بالمنصورة. نعم. اللي تحصلت فيها على شهادة البكالوريا. نعم. كانت سنة مميزة، ولكن في أعقاب السنة عندما اجتزنا امتحان شهادة البكالوريا معناها وقعت فويت عملتها، لكن أنا معناها عديت بالقداء في الامتحان، فألغيت تلك الدورة فهمت، ولا وعوضت بدورة أخرى، ولكن من معناها لم أنجح في الدورة الثانية، أما كنت متيقن من نجاحي في الدورة الأولى لولا معناها لم يتم معناها تعويضها بدورة أخرى. بعد الحصول على البكالوريا انتقلت لتونس وين التحقت بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. نعم. اختيارك للصحافة كان عن طريق الصدفة ولا اختيار من ذاتك من كنتي؟ لا، أنا اخترت في المرتبة قبل كان فما التوجيه الجامعي لأول مرة ولا يصير بالأورديناتور معناها، فمثل كان يحطوا لك شعب معناها وتختار الشعبة بالترتيب معناها واحد. أنا وضعت في المرتبة الأولى معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وفي المرتبة الثانية الأكاديمية العسكرية بفندق جدي، ولكن في نهاية الأمر تم قبولي في معهد الصحافة وعلوم الأخبار. ممتاز جدا. احنا أستاذ ما زلنا مواصلين في الحوار، لو تسمع عشان نسمعك حاجة كنت نجم تلبس لنا الكاسك. ما زلنا مواصلين في الحوار، لكن قبل هذا خلينا نزيد ونتعرف عليك أكثر مباشرة في هذا البورتري. ضيفنا اليوم قام بمسيرة طويلة مليئة بالكفاح والنجاح، هو الصحفي رشيد بوحولة. رشيد بوحولة من مواليد 1953 بمدينة القيروان، حصل على البكالوريا في سنة 1975، ومن بعد التحق بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار وين تحصل على الأستاذية في الصحافة اختصاص سمعي بصري في دورة 1981. ومن وقتها انطلق رشيد بوحولة في مسيرته المهنية بانضمامه لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، ومن ثم تولى رشيد بوحولة عديد المناصب المهمة في الدولة التونسية، ملحق بديوان وزير التربية من عام 1988 حتى العام 1989، مكلف بالأعلام لدى وزير أملاك الدولة من 1991 حتى 2004، وكما اشتغل رشيد بوحولة كملحق اجتماعي وثقافي بسفارة تونس بالجزائر من 2004 حتى 2009. ومن فيفري 2010 قام الأستاذ رشيد بوحولة بتجربة جديدة في مسيرته المهنية كملحق بديوان وزير الدفاع الوطني حتى العام 2023، كما أصدر الأستاذ رشيد بوحولة في عام 2023 كتاب تحت عنوان تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان، ومن ثم أصدر الجزء الثاني بعنوان تعبير الوجدان وجه آخر للمدينة، وقريباً باش يقوم بإصدار الجزء الثالث لنفس الكتاب. واليوم الأستاذ رشيد بوحولة هو ضيفنا في برنامج الانترفيو على الإذاعة الأولى للصحة في تونس الحياة فهم. ضيفنا لهذا الأسبوع الكاتب والصحفي والأستاذ رشيد بوحولة. أستاذ، فمش قدش فيه منك ساعة نسبة مئوية هذا البورتري؟ نسبة 99%. فمش بعض الإضافات حاب تزيدهم؟ لا، هذاك هو.
ممتاز. به خلينا نحكيه على إصدارك الأدبي تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان اللي أصدرته في سنة 2023. قبل كل شيء، في أي خانة يمكن أن نصنف الكتاب؟ هل هو يوميات، مذكرات، أو سيرة ذاتية، أم مجموعة من الخواطر؟ هو الكتاب لم أصممه معناها، ولكن أتى بصفة عفوية. فيه عدة أجناس، فيها الشعر، فيها الخواطر، فيها طرح قضايا معناها حضارية وفلسفية، يعني هو من كل الألوان، من كل ألوان الفكر. يعني ما فهمش تصنيف معين، هو يشمل كيف ما قلت انت عديد الشعر الى اخره، ما نجموش نصنفوه في خانه معين. لا، هو في نهايه الامر هو هي مقاربه انثروبولوجيه لحياه اهل مدينه القيروان، في تعاملهم، في عيشهم، في طريقه عيشهم، في طريقه تفكيرهم. وحاولت ان اكشف الجوانب الخفيه للقيروان إلى حد أني معناها بالنسبة للجزء الثاني عنونت الكتاب بتعبير الوجدان في أخبار القيروان، وجه آخر للمدينة. لماذا وجه آخر للمدينة؟ لأن الإنسان له هناك فرق بين الباطن والظاهر. فمتى الباطن هو المخفي والمتواري، والذي هو شيء من التمزق، وشيء من التصدع، وشيء من الحيرة، وشيء من العتمة. هذه حاجات معناها مخفية في ذات الإنسان، في ذات البشر، لا يمكن حتى لا يمكن إلى حد أن لا يمكن أن نعبر عنها أو أن نصرح بها لأسباب ذاتية، سميها كما شئت، هي في نهاية الأمر هي رقابة ذاتية. بما أن الكتاب هذا بالأساس هو يحكي على مدينة القيروان، ما هي خصوصية أو هوية أهالي ومدينة القيروان؟ هنا سأقرأ عليك نصا. هو عبارة على مانيفيستو المدينة، بيان المدينة، يحيلك إلى هويتها وإلى هوية القيروان. لو تسمح أقرأ طبعا لك. هل أصابوا حين قالوا مدينة رابعة الثلاث؟ أصابوا وما أصابوا، فما نحن بملائكة ولا بشياطين، نحن سليلو التين والماء والأوار والهواء، وما نحن بكفار، ديننا الحب وتملي صور الكون ببهجة القلب والروح، نحن صداه البهيج روحا وفرحا ونشيجا، وما نحن إلا بشر نخطئ ونصيب ونرتكب الخطيئة لنبصر الحقيقة، وما نحن بالملائكة فنصفنا سماوي ونصفنا الآخر أرضي، وما نحن بالزاهدين نستلذ حلاوة السماء والأرض وننتعش بعطارة الزمن القديم ونستفيق على وقع نثيث المطر للاغتسال بماء المحبة، وما نحن بالمستضعفين ولا بالمغتصبين، نلتف على خيرنا ونقارع الشر بنواصل الحرف، وما نحن من نسل الخفافيش المتوارية خلف جنح الظلام، بل من نسل روح المدينة الوضيئة الجميلة، ومن الشوق ومن السفر غنائمنا فواكه الليل والنهار ومواويل الإبحار في بحر الوجود عند البدء والعود، وما نحن بوارثين ما تركوا من بقايا غنائم موبوءة، فقد انقضى زمن الدسيسة والخديعة والحوافر والغبار القستلي من أجل أوهام
وشبه سعادة مثل السديم والسراب، وما نحن إلا طلاب حرف لاكتشاف الوجود، لا نروم تميمة ولا ودعات ولا خرزا بيضاء، وما نحن بصاعدين للأسفل، بل أعناقنا ممدودة ننشد الأعذاق في الآفاق وفي القمم، لا شيء يعنينا غير تجميل الوجود بفنون الدنيا، الشعر والنثر والرسم والنحت والموسيقى. أليست الحياة حفلا بهيجا رائقا على مسرح السماء والأرض؟ ممتاز جدا. هذا نص عن هوية أهالي القيروان اللي موجودة في الجزء الثاني الكتاب. وجه آخر المدينة. أي الجزء الثاني للكتاب. نعم. ممتاز. تحكي أيضا في الكتاب على أمجاد مدينة القيروان الخالدة وعشقك لأسوارها وأزقتها، كتبت بكثير من الحب والأشواق. نعم. كتبت هذا لأنني كأن بنفسي أنا أشعر بالذنب، وأحس أن المدينة ستنفلت منا، لذلك ركزت على أنهوجها وأزقتها وكل الأمكنة وأسوارها. هذه الأماكن تذكرك وتحيلك إلى أحداث ربما أنت لم تعي بها، ولكن عندما تغادر المدينة تستذكرها، والأحداث يقع إعادة ترتيبها من جديد، وكأنها تقع في هذه اللحظة. جيد جدا. في الكتاب ذكرت عديد الشخصيات اللي كان عندها دور مهم وأساسي في مجريات الحدث القيرواني، ومن أبرزهم شخصية حسين القهواجي. تربيتي بحسين القهواجي معناها علاقة متينة، وعلاقة تكاد معناها تكون معناها علاقة روحية. هو يسهر معناها ينام بالنهار ويقضي ليله في الفسحة والتجوال في أزقة المدينة إلى غاية الصباح، لأنه يتأمل هذه الأماكن ويريد أن يستنطقها فيعيد إليها روحها من جديد. جيد جدا. بخلاف حسين القهواجي، شكون أبرز أهم شخصيات اللي ذكرتهم في الكتاب؟ ذكرت كل المعلمين، وفي الجزء الثاني ذكرت الشاعر المنصف الوهيبي، الشاعر محمد الغزي، وأستاذ الفلسفة الدكتور محمد أبو هاشم محزوب، وهو الذي درسني الفلسفة، وهو الذي علمني طرح السؤال لكي أجيب، لكي أتعرف على حيرتي الوجودية، وهو الذي علمني المنهجية في البحث وفي التحليل. جيد جدا. حكيت أيضا على معلم الفرنسية أو أستاذ الفرنسية اللي توصف في الهند متاعه ويجيكم بالجبة إلى آخره. حكيت على سي محمود بدخان. كان معلما معناها دائما على أعصابه، هو معناها كبير في السن. وحدث مرة أن تثاءبت في القسم فصفعني من الخلف، كانت صفعة قوية، ومن ذلك اليوم معناها كرهته، ولكن الآن أحبه لأنه صنع مني رجلا. أعترف له بجميل فضله في أنه علمني كتابة الحرف. جيد جدا. أستاذ، أنت القيروان اللي كانت منارة للعلم والمعرفة ومركز للثقافة، واللي حكيت أنت على هذا في الكتاب متاعك في أجزاء الاثنين،
اليوم للأسف حاضر القيروان بعيد كل البعد عن ماضيها. نعم أنا في حاجة غادرت القيروان ولكن لم أغدر بها. وحين أزور القيروان أشاهد فوضى عارمة في عمرانها وفي معالمها التاريخية وفي أسواقها وفي طريقة التواصل بين الناس. هناك سجل ليست له صلة بالأخلاق وبالقيم، يعني تسمع معناها فما حاجة مش قاعدة ماشية في القروان، فما تحولات ولكن تحولات نحو الأسوأ. هذا هو القيروان اللي كانت منار العلم. للأسف اليوم القيروان هي الأولى في نسبة الجهل. نعم. البطالة. نعم. البنية التحتية هشة جدا، الأولى في نسبة الانتحار لدى الشباب ولدى الأطفال. حسب رأيك سبب وراء هذا، من أذنب في حق القيروان؟ كل المسؤولين أذنبوا في حق القيروان، سواء كانوا معناها القدامى أو المحدثين، ولكن خلينا نقول أنه معناها القدامى كانوا معناها كان فما بذل فما جهد الحقيقة معناها بكل صراحة. أما الآن تحس أنه ماشي شعور بالمسؤولية، ما تحسش اللي فما معناها مؤسسات قاعدة تخدم، وما تحسش كون فما ناس قاعدة يستشرفون مدينة جميلة غير المدينة التي نعيشها الآن. الناس الكل اللي عندهم توا الفلوس يستثمرون في فتح معناها حوانيت معناها لبيع الذهب والصاغة، والسوق أصبح معناها معناها مليء بالأشياء الأسيوية والصينية، معناها ما فماش استثمارات حقيقية التي تقدم الإضافة معناها الإضافة المطلوبة، وهي في خلق مواطن معناها شغل معناها حقيقية. أنت قلت بكري المسؤولين القدامى كانوا أفضل المسؤولين في الوقت الحالي، المقصود بالقدامى ما قبل الثورة؟ يعني خلينا نقول في سنوات معناها 70-80، في بداية التسعينات كان هناك حزم، ولكن فما بعد فما معناها تراخي وفما قلة عناية بمدينة القيروان. هل يعقل الآن سور معناها طايح توا صفي معناها دو موا ولا ثلاثة أشهر التالي، وإلى يوم الناس هذا فهمت ولا الماسكون بزمام الأمر في المدينة معناها مفروض أنه معناها في البلدان المتقدمة وفي المجتمعات المتقدمة هناك خطط للطوارئ عندما معناها تحدث حادثة معناها سقوط معناها كنيسة أو سقوط معناها متحف أو حاجة معناها فيسة معناها فما تلقى خطة معناها لتدارك معناها الأمر. إلى الآن السور معناها تصور في ناس معناها زوار وإلا سياح فهمت يدخل يلقى مدخل المدينة معناها سور مهدم فهمت ولا، والأحجار تبكي أيامها وتتكئ على جروحها الغائرة. لكن أيضا أستاذ حتى في الماضي في فترة السبعينات والثمانينات كيف ما ذكرت أنت الحياة في القيروان ما كانتش وردية، كانت زادة فما عديد الظروف الصعيبة، كانت فما الأوبئة، كانت الفيضانات عام 69، كانت موجودة البطالة، الجهل إلى آخره. هذيك معناها الفيضان 69 هذيك معناها ليس معناها ما نجموش نتحكموا معناها في الظروف المناخية، ما نجموش نتحكموا فيها. ما تنساش احنا وقتها 69 معناها احنا بلادنا معناها حديثة الاستقلال، فهمت معناها ما زالت هي في طور البناء والتشييد. القيروان كانت في لزاني 60 لزاني 70 معناها حظيرة معناها كيف الاش نتاع نحل الناس كلها تخدم فهمتي ولا، اللي يبني في مدرسة واللي يرمم في سور وإلا يرمم في جامع الكبير ولا في معناها الناس كانت معناها فما إرادة حقيقية معناها
لتنمية معناها المدينة والارتقاء بها إلى منازل رفيعة. ممتاز. خلينا نقدم أكثر في الحوار. في الحصة عنا فقرة اسمها فقرة الصندوق، ونختار مجموعة من الأشخاص يتوجهوا لك بعض الأسئلة. مستعد لهذا؟ طبعا. يلا فلننطلق. وتوا نحل الصندوق في الانترفيو. نبدأ بالصندوق الأول اللي يجيك من الكاتبة حبيبة المحرزي. صباح النور، عسلامة سي رشيد بوحولة. كنت سعيدة جدا بالتعرف على هذه الشخصية، ووجدت أن لنا تقريبا نفس الشغف بالقيروان. هو يكتب عن القيروان ويقارن بين ماضيها وحاضرها، وأنا أغوص في الماضي. القيروان ليست مدينة عادية، هي مدينة ذات ماضي ثقيل ثقافيا وأدبيا وفكريا واجتماعيا أيضا وحتى سياسيا. القيروان خرجت عديد الأدباء، نذكر صلاح الدين بوجاه، نذكر ملور بكل حصاري وبرشيق، وهذا هؤلاء منصف لهيبي، محمد الغزي الله يرحمه، عبد الرحمن الكبروتي، كل هؤلاء. القيروان هي منارة وستظل كذلك إن شاء الله. ونحن شغفنا ناسي رشيد بوحولة أن نكتب عن القيروان، أن نجعل هذه المدينة مركزا للحضارة للثقافة للأدب لكل ذلك. لكن حب نسأل سيرشي، هل ترى أن هذا ما نقوم به اليوم، أن أكتب أنا عن ماضي القيروان وسأكتب عن الحاضر أيضا، وما تقوم به أنت في هذه المقارنات وهذه ذكر الخصوصيات، في ماذا سيخدم القيروان وكيف سيخدم الأجيال القادمة يتعرفوا على مدينتهم وحتى على مدينة من مدن أخرى، معناه أجيال من أماكن أخرى. وشكرا جزيلا ومع السلامة. شكرا للأستاذة حبيبة المحرزي اللي تسألك الكتابات حول القيروان والمقارنات بين الحاضر والماضي، في ماذا ستخدم القيروان وكيف ستجعل الأجيال القادمة يتعرفوا على مدينتهم. الأخت حبيبة المحرزي تعرفت عليها أخيرا في معرض تونس الكتاب مؤخرا، وأشاطر فيما قالته معناها من أراء. و دافعنا للنهوض بالقيروان هو كون أن نعيد لها بهاءها، واللي هو معناها هو في نهاية الأمر رد الجميل لهذه المدينة التي أعتبرها هي الرحم الأول، وأمهاتنا هن الرحم الثاني. لابد أن ندون بعض الأشياء، حتى الأشياء التي حدثت في الماضي، حتى يتعرف الأجيال القادمون على ماضيهم، والذي لا ماضي له لا حاضر له. ممتاز. نتعداو للصندوق الثاني اللي يجيك من الأستاذ والصحفي فؤاد العلاني. مرحبا بزميلي ولد حومتي سي رشيد بوحولة، مبروك مجددا على الإصدار الجديد. معك فؤاد العلاني. حكينا قبل ما يصدر الكتاب نتاعك أو الجزء هذايا على الحايك، وأنت عندك معناها ربما باش تخصص له بعض الذكريات بعض الصور إلى آخره، فحبيت نسألك حكينا شوية شنو قلت على الحايك في الإصدار هذايا نتاعك. وشكرا. تحية الفؤاد العلاني اللي يسألك عن الحايك. هو مهتم عنده مهرجان الحايك في عنده مهرجان الحايك، هو مهرجان معناه سنوي. هو أردت أن أثمن مهنة النساج، وفي تثمين مهنة النساج هو كذلك أردت أن أبرز المرأة القيروانية وهي تلتحف حائكها الأبيض. وهناك فرق بين الحائك الأبيض والحائك الأسود. الحائك الأبيض هي الشفافية وهي الانطلاقة بالنسبة للمرأة، في حين الحائك الأسود يحيلنا إلى السواد وإلى العتمة وإلى الحشمة وإلى الحياة. والامرأة القيروانية مثل ما قلت لك منذ حين أن هناك فرق
بين الباطنة والظاهرة، الظاهرة هو مكشوف أمره جلي وبين، والباطن هو كل ما قابع في ذات النفس البشرية ولا يمكن أن نفسح عنه مهما فعلنا. ممتاز. في صندوق ثالث فما شخص يحبك ويحب يعبر لك على حبه ليك، مانيش نقول لك شكون، خليك تكتشف وحدك. عسلامة الناس الكل، ميرسي حياة فهم، ميرسي عزيز. يا سير شيب، حاب نقول لك نحبك برشا، انت راك الحنين والدفء كل شيء، وزيد كاتب من فوق ملي صغيره، وانا فخوره بيك وباش نقعد ديما فخوره بيك. بون كوراج في اللي تعمل فيه الكل، ربي يخليك لينا. ما ونحول ومحمد سلم عليك، قالوا لك نحبك برشا. حب نهديك غدايه تبع فيلي ديما 7 نتاع الصباح، تقولي نبدلك في الجو. يا فرحه الدنيا، يا فرحه الدنيا، يا بهجة الأيام، يا فرحة الدنيا، يا بهجة الأيام، بالربيع الغالي، بالربيع الغالي، زينة الأعوام. تحية، قلنا شكون؟ هي بنتي مي. تحية لها. هي الآن هي تخرجت في السنة الماضية مهندسة في الإنتاج الحيواني، ورغبتها شديدة في استكمال دراستها الجامعية، وعدت امتحان مع الجامعة اليونانية فقبلتها، وأتممنا كل الإجراءات لتسافر لليونان ولتستكمل دراستها. لكن عدت امتحان آخر في جامعة إسبانية في سراقسطة، فقالت تحب نمشي لسراقسطة. فما قلت لها أنت ستذهبين للنهل من العلم في سراقسطة، ولا أريدك أن تكوني غازية، خاطر أجدادنا هذه ما تسمى بالأندلس كانوا ناس عايشين لباس عليهم، فهمتني؟ جاءوا العرب وغزوه، فهمتني؟ قلت لها يا هندي أنت ماشية تقرأ، على كل حال انت معناها اخترتي معناها مسارا معناها لتستكملي دراستك معناها الى ابعد الحدود. فديما نبعث لها في الصباح اغاني من نوع هذا اشجع وارفع من معنوياتها، وهي تعيش معناها لاول مره بعيده عن والدتها ووالدها. جيد جدا، واضح أستاذ، وتحية كيف مرة أخرى لبنتك ماي، ربي فضلها لك. وهذه كانت فقرة الصندوق، وتوا نحل الصندوق في الانترفيو. أستاذ رشيد بوحولة، خلينا ننتقل إلى بعد آخر من الحوار، وين نقترح عليك بعض الصور من ثم نعلق عليها. نبدأ بالصورة الأولى اللي تجمعك بوزير الدفاع سيد عماد مميش، وين يكرمك بمناسبة الإحالة على شرف التقاعد. هاي الصورة موجودة. سيد عماد مميش وزير الدفاع الوطني، أكن له كل الاحترام، وقد كرمني بمناسبة إحالتي على شرف. لو تسمح تقرب الميكرو أستاذ. أستاذ عماد مميش هو وزير الدفاع الوطني، وقد تولى تكريمي بمناسبة حالتي على شرف المهنة، وقد عملت معه، وكان رجلا ولا يزال كان رجلا وطنيا صادقا، وهو يسير مؤسسة سيادية عريقة، دورها كبير في الحفاظ على أمن البلاد والعباد، وهو يحاول ويبذل قصارى جهده للارتقاء بها إلى منازل رفيعة عبر إعادة هيكلتها وإعادة تنظيمها بما يتناسب والتحولات الحاصلة سواء على المستوى الجهوي والإقليمي أو الدولي، خاصة وأن معناها مصادر التهديدات اليوم أصبحت متنوعة، ولابد أن
يواصل في عمله حتى يحافظ بمعية القيادات القديرة على المحافظة على أمن القوم في ظل التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد. أنت أستاذ تشتغل بوزارة الدفاع منذ سنة 2010؟ نعم، كنت ملحق بوزارة الدفاع لمدة تقريبا 12 سنة. أنا فخور بالانتماء إلى هذه المؤسسة العريقة، مؤسسة معناها يعول عليها بقياداتها بضباطها بجنودها البواسل المنتشرين على الحدود والذين يعملون بالليل والنهار. وكم أتمنى أن تعمل بقية الوزارات على أن تكون مثل وزارة الدفاع الوطني في انضباطها وفي تشبثها بالقوانين وفي احترام لمبادئها حتى تكون حقا درعا حقيقيا للبلاد. والأمن القومي هو معناها متعدد المصادر، هناك الأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن التربوي والأمن الثقافي. معناها يجب الناس الكل يخدموا اون سينيرجي مع بعضهم باش نحافظوا على الأمن القومي تاعنا. والوزارة الدفاع الوطني رائدة في هذا المجال، ناهيك أن لها مؤسسة تعليمية عسكرية عريقة وهي معهد الدفاع الوطني، وفي كل سنة يختارون موضوعا جديرا بالدراسة في علاقة بالأمن القومي. أنت أستاذ في وزارة الدفاع كنت اشتغلت مع عديد الوزراء من بينهم الوزير السابق رضا قريرة. نعم، في بداية ما قبل الثورة تقريبا قبل بشهر ولا بشهرين، كل الوزراء الذين عملوا بدون استثناء حقيقة، ومن حسن حظ الوزارة الدفاع الوطني أن ترأسها وزراء أكفاء، وزراء معناها أحسنوا تسييرها وكانوا محل ثقة معناها لدى القيادة معناها العليا. خلينا نرجع للوزير السابق رضا قريرة. يقال بكونه رضا قريرة في الوقت ذاك فترة الثورة ساهم في الإطاحة بمنظومة بن علي. والله تم أمور تتجاوزني ولا يمكن الإجابة عليها. صحيح نخدم في وزارة الدفاع الوطني ولكن كل يعمل في مجاله. أنا في المجال الإعلامي أنا أكتفي بكتابة البلاغات. لكن كنت شاهد وحاضر في الفترة ذيك، مسألة نجم نعرف هذا للتاريخ. الذي أعرفه أنه كان رجلا وطنيا هذا حسب معناه تقدير الخاص، فمثل رجلا وطنيا محبا لبلاده ومتفاعلا مع المؤسسة العسكرية. وأذكر جيدا قال أنا أتيت إلى هذه الوزارة حتى أعمل وأبذل قصارى جهدي لتحسين الوضعية الاجتماعية للعسكري. واضح وصريح بكل صدق وبكل أمانة. فمت ما عدا ذلك أنا أجهل ما دار في ما دار معناه في المؤسسة، وحتى لو دار معناه أشياء كان دائما في صالح البلاد ولن يكون ذلك معناها غير ذلك الهدف المنشود. أقولها معناها بكل صراحة و دون مجاملة حتى وانا بعيد على روحي، فهمتني؟ وكل الوزراء معناها عملوا بكل صدق وبالامكانيات معناها المتاحة. والمواطن يجب يعرف حاجة، أنه يبدأ في قهوة قاعد يشرب في قهوة وإلا يتجول معناها في حديقة وإلا في سنتر كوميرسيال يشرب في حوايج لولد واحد. تعرف العملية وهو يحس بالطمأنينة وبالأمن، كم كلفة العملية الدفاعية في ذلك اليوم؟ ملايين الملايين.
إذن علينا أن نكون فخورين بمؤسستنا، هذه المؤسسة العتيدة التي كانت ولا تزال مؤسسة محايدة ولم تنحاز لأي حزب ولأي طرف، بل انحازت وكان انحيازها دائما إلى صف الشعب. واضح جدا. ننتقل مع بعضنا إلى الصورة الثانية اللي تجمعك بالجنرال السابق رشيد عمار. هذه صورة معناها كانت في أظن في مناسبة الاحتفال، أظن أنها كانت في إطار الاحتفال بعيد الجيش، فكان معناها يكلم معناها الجميع، معناها الإطارات، معناها السامي، سواء كانت إطارات عسكرية أو مدنية، وكانت معناها وكنت أحترمه وهو يحترمني، ودائما معناها حتى خرجت في التقاعد دائما أتصل به، وأخيرا وهو ما أثلج صدري هو الذي أتصل بي معناها لي باش يعيد عليا معناها في عيد في عيد الصغير. ومشكور السيد رشيد عمار على ما قدمه للبلاد، وس التاريخ سيبرز دور هذا القائد الكبير الذي أقولها على مسؤوليتي أنه أنقذ البلاد بمعية ومساعديه وبالتعاون مع مختلف هياكل الدولة في ذلك الوقت. ممتاز. نمشي للصورة الثالثة والأخيرة في رواق الكونغرس الأمريكي، حدثنا عن تجربتك. هي كانت عام سنة 2015، كنت أنا من ضمن الدارسين بمعهد الدفاع الوطني، وكان الجانب الأمريكي يخصص لكل دورة زيارة إلى مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأدنى وآسيا، ونقضي أياما هناك نستمع إلى محاضرات لمستشاري الرؤساء الأمريكيين السابقين في عهد بيل كلينتون وجورج بوش، وكانت معناها محاضرات معناها قيمة تدخل في باب إثراء مرجعيتنا الدفاعية والأمنية حتى نتعرف ونتفاعل إيجابيا مع التحديات التي تعيشها بلادنا. وهي معناها كينك معناها في تربص، فهمت؟ والمؤسسة العسكرية هي لابد لها أن تنفتح على محيطها الخارجي، لأن في الانفتاح على المحيط الخارجي هي سمة بارزة الآن، وهي سمة طيبة تدل على مدنية هذه المؤسسة العسكرية، وتدل على عقيدتها المترسخة، وهي عقيدة الجمهورية. واضح. خلينا نطرق النقطة الأخيرة في حوارنا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. حسب منظمة مراسلون بلا حدود تقول بكونه تونس تحتل المرتبة 118 عالميا في حرية الصحافة والمرتبة الثالثة عربيا، قراءتك لهذه الأرقام؟ والله لمحالة المشهد الإعلامي أنا شخصيا فهمت ولا ما يعجبنيش المشهد الإعلامي، كل واحد يلوج على البوس وعلى التفرد، والغاية كلها معناها غاية مادية، ولقد أسأنا حرية الصحافة ولم نتعامل لم نتعامل معها إيجابيا، ولم نوظفها لخدمة البلاد، بل وظفوها لخدمة أطراف معينة ولأحزاب معناها معينة. وناهيك أنه معناها تشوف أنت محتوى البرامج. هو قبل موضوعنا بالأساس ليس محتوى البرامج، لكن أنت اليوم تعتبر كونه فما حرية صحافة في تونس أم الحرية في خطر؟ والله في تقديري الخاص هناك حرية، هناك حرية صحافة، ولكن أخاف أن
هناك جهات من يسميوها معناها التي تجذب إلى الوراء، فهمت؟ هناك من يريدها أن لا تكون معناها صحافة معناها حرة، فهمت؟ شكون هم الأطراف هذو؟ والله إلى الوراء هناك لوبيات، وهناك من خطر وسائل الإعلام، فهمت؟ في التو في هالفترة دي الهدف متاعها ليس بناء أو إعادة بناء معناها والمساهمة في إعادة بناء الدولة وفي تدعيم المؤسسات، وإنما هي الغاية متاعها مادية معناها بحتة. ناهيك لو تشوف معناها البرامج سواء في القنوات الخاصة معناها مواضيع معناها بسيطة معناها أفسدت الذوق العام ومعناها واضح. شكرا لك أستاذ الكاتب والصحفي رشيد بوحولة. هكا نكون وصلنا إلى نهاية الحوار، نخلي لك كلمة الختام. شكرا على الاستضافة وأتمنى لإذاعة حياة أف أم مزيدا من الرقي، وأعرف أن أظن أن توجهها صحي في علاقة بالحياة، وشجعها وهي تتفرد بهذا المجال، وأرجو أن تكون هذه الإذاعة المحلية ضميرا حيا لهذه المدينة العريقة التي نحبها والتي نسعى إلى الارتقاء بها إلى منازل رفيعة حتى تكون مدينة جميلة يروق فيها العيش ويطيب فيها العيش الكريم. شكرا جزيلا. وشكرا لك. العفو. أنت في بداية الطريق، أشجعك وبحول الله معناها ستنجح في حياتك المهنية، وأشكر أيضا التقني هذا الشاب الوسيم الوسيم وهو متفاعل معك معناها ومنسجم معك، فموفق إن شاء الله. شكرا لك أستاذ رشيد بوحولة، شكرا لك على قبول الدعوة، شكرا للسيد المخرج التقني ورقمي حمزة، تحياتي لكل مستمعين ومستمعات الحياة فيهم، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا بالنسبة لهذا الأسبوع، نتقابلوا لحد جاي في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ما بقى لي كان باش نقولكم إلى اللقاء.